Hello everyone, how are you? أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بإمكانكم متابعتي على صفحاتي على الفيسبوك التي أيضا تبث هذه الفيديوهات بالإضافة إلى القناة على اليوتيوب. معكم أنا دع الديبو. Let's begin. Unit 20 Revision 4 Exercise 1 Look and March. هون بدي أطلع وبدي أوصل. مثل ما تكون شايفين تطلعوا بالصورة وبتوصلوا. طيب عندي one we go to school by bus at 7 o'clock. نحن نذهب إلى المدرسة بالباص الساعة 7. two they watch cartoons at 5 o'clock. هم يشاهدون الكرتون أو أفلام الكرتون الساعة 5 تماما. three she gets up at 6 o'clock. هي تنهض الساعة 6. four I go to bed at 8 o'clock. أنا أذهب إلى الفراش الساعة 8. يلا على الوصل، صاروا هيك سهلين. Exercise 2 look and circle. هون بدي اطلع وبدي حط دائرة على الجواب الصح. عندي 1 he plays tennis ولا football on Tuesday. هو يلعب كرة المضرب ولا كرة القدم يوم الثلاثاء. 2 she visits ولا reads her grandmother at the weekend. إذا اخترنا visits هي تزور، إذا اخترنا reads هي تقرأ. Her grandmother جدتها at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. 3 we eat dinner ولا breakfast at 8 o'clock in the morning. شو بناكل نحن الصبح؟ dinner غداء ولا breakfast يلي هو الفطور. طبعا الساعة 8 صباحا. هلا exercise 3 و exercise 4 هدول أنشطة صوتية صفية ما عم بتدخل فيهم أبدا، أوكي؟ هدول حسب إرشادات المدرس بالصف. Exercise 5 read and write. هون بدنا نقرأ وبدنا نكتب. I work at school. أنا أعمل في المدرسة. I am a. فأنا شو؟ أنا أعمل في المدرسة. أنا مين؟ I work at a restaurant. أنا أعمل في مطعم. I am a. أنا ماذا؟ انتبهوا على الصورة. I work at a وأنا أعمل في، انتبهوا على الصورة. I am a. أنا أكون ماذا؟ البروجيكت عندي exercise 6 make your own clock. Then tell the time. عمول ساعتك انت الخاصة فيك انت، بحط عليها العقرب الساعات الدقائق والحددها اللي بدك اياها، وحدة تماما، تنتين تماما، ثلاثة تماما، وقول ما هو الوقت، يعني it's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock وهيك، اوكي؟ Welcome to the activity book, unit 20, revision 4, exercise 1, read and color. كمان بدي اقرأ وبدي لون. هلا إذا أنا عندي صندي، وين صندي موجود بالزهرة؟ لونه بالريد احمر. ماندي يلو اصفر. تيوزداي جرين اخضر. وينزداي يوم الاربعاء بتلونه بالازرق بلو. ثيرزداي لونه بالاورنج البرتقالي. فرايداي بالبينك الزهري. ساتردي بالبيربل ارجواني. اذا حسب كل يوم لونه بلون شكل بيطلع معنا زهره كثير حلوه مثلكم. اكسرسايز 2 لوك ذن تيك اور كروس. كمان هون بدي اطلع بالصور وبدي احط يا اما صح يا اما خطا. وين ماي انكلز ا تيتشر. عمي مدرس. شو طلعوا لي في مدرس ولا لا؟ طيب 2 ماي مامي از ا دكتور. امي طبيبه. طلعوا بالصوره طبيبي اما لا حسب. 3 ماي فاذر از ا بوليسمان. ابي شرطي. تيك ولا كراس. فور ماي انت ماريا از ا كوك. عمتي ماريا طباخه. انتبهوا لي على الصوره صح او خطا. اكسرسايز 3 ليسن ريد اند ماتش. كمان هون مثل ما نكون شايفين في عندي نشاط صوتي صفي بيعتمد على مدرس الماده وعلى الملف الصوتي الموجود معها، ابدا ما بيروح على البيت. اكسرسايز 4 ريد اند رايت the correct words. كمان هون بدي اقرأ وبدي اكتب الكلمات الصحيحة. عندي goes يذهب، play يلعب، visit يزور، works يعمل. وانتبهوا اذا انا عندي he او she او it او مفرد بدون اس المفرد الغائب، لا اذا ما كان بالفاعل هدول لا منحط بلا اس المفرد. اذا I ما بدأ اس المفرد. we ما بدأ اس المفرد. you they جمع ما بدون اس المفرد. اوكي انتبهوا على الفاعل. عندي 1 we فراغ our grandmother on Sunday. نحن فراغ جدتنا يوم الأحد. 2 I فراغ computer games with my brother. أنا فراغ ألعاب الحاسوب مع أخي. 3 a cook فراغ in a restaurant. الطباخ فراغ في مطعم. 4 my sister فراغ to the gym at the weekend. أختي فراغ إلى النادي الرياضي في عطلة نهاية الأسبوع.
Exercise 5 write the missing letter then match كمان هون بدي اكتب الاحرف الناقصة وبعدين بدي اعمل عليهم وصل. مثل ما نكون شايفينهم لهدول في عندي اليويو وفي عندي ملكة وفي عندي طيارة ورقية وفي عندي بندوراية وعندي زهرة وعندي مطار. شو رأيكم؟ سهلين ما بدون شي. Exercise 6 write in the alphabetical order. هون بدي حط حسب الترتيب الأبجدي، يعني مثلا أول حرف بالترتيب الأبجدي بيجي A أو A بعدين B. شوفوا لي في شي كلمة بحرف البي؟ طيب C في شايفتها أنا. D لا ما في. E لا ما في. F G H I J K L M هيك اعملوهن هيك وشوفوا شو الكلمة بتبلش بهدول الكلمات حسب الحرف نحن بنحطها. اوكي بحسب ترتيب الحرف من الأحرف الأبجدية.